أعزائي المشاهدين، مساء الخير وحلقة جديدة من برنامج الميزان، البرنامج اللي بيناقش أهم القضايا الشائكة في المجتمع المصري. وحلقتنا النهاردة هتكون حلقة متميزة جدا، لأننا هنتكلم فيها عن التلبس بالجريمة وإذن النيابة وأمر الضبط والإحضار والتفتيش. وهيكون معانا النهاردة ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا دايما، المستشار هشام المنعير، المحامي بالنقد والإدارية والدستورية العليا، حاصل على دراسات في القانون المقارن، مستشار التحكيم الدولي، عضو اتحاد المحامين العرب. مساء الخير سيادة المستشار. مساء الخير، اهلا بحضرتك. عايزين نبتدي كده حلقتنا بسؤال، ايه هو التلبس؟ يعني تعريف التلبس ايه؟ تعريف التلبس، لا هو احنا عشان نتكلم هنتكلم، احنا بنقول التلبس بالجريمة، يبقى لازم نعرف الاول ايه الجريمة. الجريمة هو كل امر منهي عنه ومقرر له عقوبة في قانون العقوبات المصري، سواء كانت العقوبة دي غرامة أو حبس أو سجن فما فوق طبعا. كل عقوبة من دول لها اسم، يعني الجرائم اللي عقوبتها الغرامة اسمها مخالفات واسمها جريمة، اللي عقوبتها الحبس، وكلمة الحبس دي هو الحبس الذي لا تزيد مدته عن 3 سنوات، دي اسمها جنحة. ما هو أكثر من ذلك كل ده اسمه جنائي. إيه التلبس؟ هو عشان نقبض على متهم ليها طريقتين، إما أنه يكون متلبس بالجريمة أو صدر ضده إذن من النيابة بالضبط والإحضار. دي الحالات اللي بيجوز فيها ضبط المتهم من مأمور الضبط القضائي اللي هو ضابط الشرطة. حالتين معلش يا سيادة المستشار. التلبس نعيدهم. تلبس يعني هو موجود في مكان الجريمة، مش شرط، لأن ليها هي ليها حالتين أصليين وحالتين اعتباريين، وهنشرح دي برضو دلوقتي. لكن الحالة الثانية هي صدور إذن من النيابة العامة أو من جهة التحقيق بضبط وإحضار متهم معين. إيه هي حالات التلبس؟ التلبس هو ضبط المتهم حال ارتكاب الجريمة، يعني لحظة ارتكابها، أو عاقب الجريمة ببرهة يسيرة بوقت قصير يعني جدا، يعني وقت مش كتير، يعني مثلا دقيقة دقيقتين كده. طيب في حالتين تانيين القانون قال عنهم ويعتبر متلبسا بالجريمة، إذا تابع المجني عليه اللي وقعت عليه الجريمة أو الناس الجاني بالصياح، يعني جري وراه في الشارع وكانوا ده بعد وقوع الجريمة مباشرة، أو إذا تم ضبط المتهم بعد الجريمة ومعه أدوات من أدوات الجريمة، يعني مثلا جريمة قتل ولقوا معي مثلا السلاح اللي ارتكب به الجريمة، أو لو كان القتل دوت بغرض السرقة لقوا معاه شيء من مسروقات اللي سرقها من المجني عليه، ده اسمه متلبس بالجريمة. طبعا التلبس ده حالة خاصة بالجريمة مش بالجاني، يعني هي حالة متعلقة بالجريمة. ولذلك كل لو حضرتك لاحظتي في الكلام كل الكلام متعلق بالجريمة وأدوات الجريمة وناتج الجريمة من مسروقات أو غيره. بس عفوا سيادة المستشار، في قضايا ما بيكونش فيها يعني مثلا أداة للجريمة، مثلا قضية الاغتصاب، أو إزاي بيكون حالة التلبس؟ ما هو هنا التلبس، ما هو التلبس بيختلف باختلاف الجريمة. يعني التلبس بجريمة الاغتصاب هو ضبط المتهم حال ارتكابه الجريمة، يعني في لحظة ارتكابها أو بعد ارتكابها مباشرة. ومش هنقول بقى هنا، ما هو هنا القانون قال ويعتبر في حكم التلبس بالجريمة إذا ضبط المتهم وعليه آثار الجريمة، يعني مش بالضرورة ان هو يبقى معاه أدوات لارتكاب الجريمة، لا، ممكن آثار ملابسه، ثياب أو كلام من ده عليه آثار من آثار الجريمة دي، في الحالة دي بيعتبر متلبس بالجريمة. ده في حالة التلبس. إذا ما كانش في تلبس بقى، في حاجة اسمها إذن جهة التحقيق، أيا يعني كانت جهة التحقيق، لأن المتعرف عليه إن جهة التحقيق دي النيابة العامة، لا، في حاجة اسمها قاضي التحقيق، ما هو أعلى.
طب هل سيادة المستشار التلبس ليه شروط؟ يعني هل ليه شروط انه التلبس ده صحيح او التلبس ده لا منقوص شرط منه؟ ف هو تقدري تقولي ان شروط التلبس تكمن في من حالاته. حالاته. يعني حالات صح. التلبس هي الشروط بتاعته. اذا توفرت الحالة بالشكل اللي رسمه المشرع في القانون كده في تلبس، تعتبر هي دي شروط التلبس. تمام تمام سيادة المستشار. طيب عايزين نتكلم بقى في إذن النيابة لما بيصدر في تفتيش المسكن. طيب ما تيجي نسبق ديت بجملة، نقول هو القانون حدد القبض على الناس في حالتين اتنين ملهمش تالت ليه؟ لأن احنا عندنا في القانون المصري وفي القانون في العالم كله وفي القوانين الشرعية حتى الأصل في الإنسان البراءة. أي إنسان الأصل فيه أنه بريء، إلا إذا دخلته ظروف أو أحوال أخرى وضعته في حالة أنه يتم القبض عليه. الظروف الأخرى ديت اللي هي بتحطه في موضع تلبس من اللي احنا قلناهم، أو أن هي تحطه في موضع اتهام بجريمة فيصدر ضده إذن من جهة التحقيق بالضبط وإحضار. طبعا الإذن اللي بيصدر من النيابة العامة بالضبط والإحضار ده يعني إذن خطير جدا وله شروط مهمة جدا، ويجب أن يكون مبني على تحريات المباحث اللي يبنى عليها إذن النيابة. يجب أن تكون تحريات جدية وتتبين جهة التحقيق أن التحريات دي تحريات جدية. سواء عفوا سيادة المستشار، سواء إذن النيابة في التفتيش أو في الضبط والإحضار، تمام، لازم تكون التحريات جدية و طبعا لأن ما ينفعش إن احنا نبني تقييد حرية إنسان على تحريات مش على أرض الواقع. يعني تحريات ملهاش أصل، تحريات مصطنعة احنا بنقول عليها تحريات مكتبية أو تحريات غير جدية، وبناء عليها بنحد من حرية إنسان، وده في حد ذاته ممنوع دستوريا وقانونيا وبالقوانين العالمية كلها وحتى طبعا شرعا. أكيد. طيب دلوقتي صدر إذن النيابة بتفتيش مسكن. لا، هو الأول شروط إذن النيابة دوت يجب أن يكون محدد جدا جدا جدا، لا يقبل النقاش. أنه يعني ويقصد تفتيش هذا الشخص بعينه أو تفتيشه وتفتيش مسكنه أو متعلقاته الشخصية أو السيارة. ما هي السيارة بتاخد حكم المسكن، السيارة الخاصة اللي هي سيارة السيارة الملكي بتاخد حكم المسكن. عايزين نتكلم في النقطة دي برضه. فبيطلع إذن النيابة محدد جدا، الاسم والسن والمهنة والمكان بالظبط، العنوان يجب أن يكون محدد جدا، ويجب أن يكون محدد في أمر آخر إذا كان يشتمل على تفتيش مسكنه من عدم. يعني هل هو أمر ضبط وإحضار طالع بضبط وإحضار هذا المتهم بس فقط أم مع التفتيش، أم القبض والتفتيش، عشان نفرق بس بين الاتنين. والتفتيش هنا بيجري مأمور الضبط القضائي على الأماكن المحددة في إذن النيابة أو إذن جهة التحقيق الصادرة. وبمناسبة كلمة جهة التحقيق، في فرق كبير جدا 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 من ناحية العملية ومن ناحية قانونية بين ما يتم من استجواب في الجهات الشرطية اللي احنا بنسميها الجهات الإدارية، وما يتم من النيابة العامة أو قاضي التحقيق في من إجراء ده اسمه محضر تحقيق، وهو اللي بيكون عليه التعويل الأساسي في إثبات الاتهام أو نفيه، لأنها بطبيعة الحال جهات حيادية، سلطة حيادية تماما. أولا لا ضغوط عليها، ثانيا هي لا تميل إلى أحد الأشخاص ولا تميل إلا إلى الأوراق وما تملي عليها الأوراق. بس عفوا سيادة المستشار،
في طبعا بنشوف كتير حتى في السينما المصريه، يجي المتهم يقول لك ده هو اخذني من بيتي، يعني مثلا انا اللي رحت سلمت نفسي وكتب في محضر الضبط ان هو تم القاء القبض طبعاً. على. احنا مش هننفي ان ممكن يكون اشياء من هذا القبيل بتحدث، بتحصل، لكن كل حاجه وليها اثبات، الحقيقه بتظهر، ولكن كيف يعني عايزين نفرق بين الحاله واثباتها. يعني الحاله انك لم يتم القبض عليك من المكان الذي قرره مأمور الضبط القضائي. عفوا سياده المستشار، معنا اتصال، معنا اتصال. الو، السلام عليكم. معنا اتصال، مين؟ الو، نتعرف بحضرتك. بعد اذنك يا فندم، ممكن اسال سياده المستشار؟ اكيد طبعا، نتعرف بحضرتك الاول. انا مهني. اتفضل استاذ مهني من الاسماعيليه، اتفضل سياده المستشار سامعك، اتفضل. يعني عايز اسال سياده المستشار، في يعني واحد اتحكم عليه مثلا 3 سنوات بالسجن. اتحكم عليه من 3 سنوات بالسجن. قضيه مخدرات. تمام. قضيه مخدرات. تمام. وافضل عقوبه بتاعته مثلا، يعني هو راجل سواق، ما ولا خد ولا عمل ولا سوى، هو يعني زي ما تقول ايه اتاخد فيها كده. يعني كان متلبس؟ لا، هو واحد كان راكب معاه الشام، وهم خدوه، هو شاب مع الضابط، هم راحوا واخدينه وهو واخدين الاثنين. فهو ما عرفش ان هو شال ايه. فهو انحكم عليه ب3 سنوات. فلما خلص العقوبه قضى مصاريف 3 شهور. هل اللي بيقولوا القاضي حكم عليه ب50,000 جنيه غرامه. فلما حكم عليه ب50,000 غرامه وقضى 3 شهور، فهل ال50,000 دول لسه متأدين عليه ولا ايه بقى؟ عايز السؤال هو. تمام. اي سؤال سياده المستشار؟ هو بالنسبه لا خلاص، هو بالنسبه للغرامه ما فيش فيها اكراه بدني، يعني الغرامات ليس لا يوجد فيها اكراه بدني، ولكن بيتم تحصيلها بطرق اخرى غير الاكراه البدني اللي هو يحبس بيها، يعني لا يحبس بغرامه، يعني ما فيهاش اكراه بدني، بس لازم يسد الغرامه، لازم بيسدها بطرق اخرى عن طريق الحجز وعن طريق حاجات كتير جدا. تمام. شكرا سياده المستشار. ف كنا بنقول تمام. نرجع لموضوعنا، تفتيش المساكن والاشخاص مع بعد اذن النيابه. بعد اذن النيابه بالضبط والتفتيش تمام. بيتم تفتيش قرار الضبط والاحضار سواء للمسكن او للشخص، لازم يكون بناء على تحريات موثوق فيها. تمام، اتفضل سياده المستشار. بيتم تنفيذ ده عن طريق مأمور الضبط القضائي اللي بيروح بينفذ الإذن بتاع النيابة. يجب أنه بيلتزم تماما على فكرة، وإذا كان التفتيش ده هو التفتيش عن شيء محدد وليكن مخدرات، يبقى لا يتجاوز في تفتيشه ما هو ذاهب إليه، ما هو قائم بتنفيذه. هو رايح يفتش عن مخدرات، لا أتجاوز ده، يعني يجب أن يلتزم مأمور الضبط القضائي بكل ما هو مدون في إذن الضبط، إذن التفتيش. سؤال سيادة المستشار، هو رايح أمر الضبط والإحضار أو سوري أمر إذن النيابة بالتفتيش عن المخدرات، لا أسلاح. تمام. إذا لا أسلاح عرضا، هو دلوقتي لقى جريمة تعتبر في حكم التلبس أثناء تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش، يعني لقى السلاح عرضا متلبس بالجريمة أثناء تنفيذ إذن التفتيش، إذن دي جريمة بيثبتها في محضر الضبط بتاعه، لأنه بيحرر بكل الإجراءات اللي بيعملها دي محضر بالضبط، وبيحرز السلاح وبيعرض على النيابه والنيابه بتتصرف فيه. هل دي بتكون قضيه اخرى؟ لا، بتبقى بتدخل، ما هو في حاجه اسمها
اقتران الجرائم وارتباط الجرائم، فدي تعتبر جريمة مرتبطة بجريمة أو ظهرت عرضا أثناء جريمة. سيادة المستشار ناخد الاتصال ده وبعدين نكمل النقطة دي. ألو. ألو السلام عليكم. ندى. أيوة. اتفضلي يا ندى. ممكن أكلم سيادة المستشار؟ طبعا أكيد اتفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت سيادة المستشار ممكن أكلمك بخصوص عقاب يعني؟ اتفضلي. لو سمحت أنا بنتي شقتها 59 سنة بس انشهرت. ودلوقتي مرفوع عليها قضية ان المحامي خرجها من الشقة. وبقى 20 سنة في الشقة. تمام. العقد من امتى يا حاج؟ العقد من 95. من 95. كان مكتوب فيه مشاهرة ولا مكتوب فيه 59 سنة؟ مكتوب مشاهرة. مكتوب مشاهرة. تمام. العقد كان مفروش؟ هو من 95. ايوه العقد، ما هو ما انا ممكن اكتب العقد مفروش، ممكن يكون العقد مثلا في مكان العقد في مكان غير الاماكن اللي حددها وزير الاسكان، ان هي تكون خاضعه للقانون 49 لسنه 77 اللي هو قانون ايجار الاماكن. ممكن يكون العقد لأي سبب من الأسباب خارج عن نطاق تطبيق القانون ده، وبالتالي يدخل في نطاق تطبيق القانون المدني، وبالتالي كلمة مشاهرة يحق الطرد أو يحكم بالطرد. هو حضرتك حافظة صيغة العقد أو معاكي حاليا؟ بالتأكيد لا، هو لو معاها دلوقتي بس كانت هتقول لنا، لكن هو عموما فيه شروط في العقد تخليه يخرج بره نطاق تطبيق القانون 49، فهل الشروط دي متوفرة في العقد ده ولا لا؟ يجب ان احنا نشوف العقد نفسه. عند حضرتك اي سؤال تاني؟ هي مكتوب مشهرة بس، مشهرة بس. يا ست الكل ده بالنسبة للمدة، انا مش بتكلم على المدة خلاص، المدة كلمة مشهرة والعقد سنة 95، لا هو كده عقد ممتد امتداد قانوني بقوة القانون او خاضع للامتداد القانوني لعقد الايجار. لكن في حاجات تانية ممكن تخرجه عن المبدأ ده. دي اللي انا بسال فيها، خلاص مساله المده ان هي مشاهره اتكلمنا فيها، لكن في حاجات تانية ممكن تخرجه، ممكن يكون العقد مفروش، ممكن يكون العقد غير خاضع للقانون بقرار وزير الاسكان. الكلام ده عن الحلقه اللي فاتت كله. ممكن حضرتك يا استاذه ندى الارقام سياده المستشار هتنزل دلوقتي على الشاشه، تتواصلي معاه بعد الحلقه ان شاء الله، هو يفيدك لما يشوف ثقه العقد. اتفضل سياده المستشار نكمل. لو لقى فدي بيتعمل بيها قضية أو بيتعمل بيها محضر في محضر الإجراءات بتاعه، بيعرض على النيابة العامة والنيابة العامة بتتصرف في الموضوع. طيب تمام. أنا جالي إذن التفتيش لمسكن والضابط هو داخل يفتش المسكن لقى شخص مرتبك أو شاكك فيه، هل يحق له إن هو مثلا يفتش الشخص ده ولا في مرتبك ولا أنا رايح ل لا 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 مهمة وراجع؟ لا 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 طبعا، هو بصفته مأمور ضبط قضائي في، بس عايزين نفرق بين كلمة الاستيقاف والقبض. الارتباك حالة تبيح الاستيقاف. يعني ايه الاستيقاف؟ ان انا اسأله كمأمور ضبط قضائي، اسأله عن تحقيق الشخصية واستجوبه استجواب سريع جدا، ليس فيه تفتيش، ليس فيه تفتيش، ده ايه؟ ده الارتباك. لكن لو انه اتى فعلا طواعية، يعني ايه اتى فعلا طواعية؟ يعني اول ما شاف الضابط طلع من جيبه حاجة وقام رميها على الارض، او طلع من جيبه حاجة وقام بلعها، ومأمور الضبط القضائي اللي هو الضابط شاف الحالة دي بنفسه، يعني باحد حواسه شافه وهو بيأتي هذا الفعل. كده هو حط نفسه في موضع اشتباه يبيح التفتيش. ليه؟ الوقت بقى عندي في حالة أنا اللي حطيت نفسي فيها طواعية. أما مجرد الارتباك وفي دليل أنا شفت حاجة بيني، لكن أنا لو دخلت مكان ولقيت شخص مرتبك أنا الضابط مش من حقه أنه يفتش. لا طبعا، مجرد مرتبك يتحقق من شخصيتي، مش أكتر من كده. يعني مجرد ان انا مرتبك يتحقق من شخصيتي، لكن انا اتيت فعل اخر فوق الارتباك هو ده اللي ممكن يبيح له القبض عليه.
طيب تفتيش يا سيادة المستشار، أي شخص، أي شخص مثلا في الشارع أو كده نفس الحالة؟ لا هي لا. هنا بنقول إن في فرق برضو تاني بين الاستيقاف. عفوا سيادة المستشار معنا اتصال. ألو. السلام عليكم. أستاذ محمد من المنيا، اتفضل. أكيد فضل. طبعا اتفضل مع حضرتك. بعد إذنك يا سيادة المستشار. اتفضل. موظف في مركز أورام المنيا. اتفضل. وفي زمايلنا في وحدة الشؤون القانونية كان في قرار بصرف 150% من الأساسي شهود تعويضية بس كيس لينا حافز تاني، إحنا بناخد حافزين فما ينطبقش عليهم القرار. فرفعوا دعوة في مجلس الدولة قضاء الإداري وضللوا المحكمة وكسبوها. وما زال يصرفوا حتى الان رغم ان القرار ما يخصناش. ازاي ننهي القرار ده وهو مأثر علينا احنا لان الفلوس دي بتتاخد من الصندوق الخاص؟ لا هو طالما صدر بيها حكم محكمة اولا ما عادش ينفع التعامل مع حكم المحكمة ده اولا. ثانيا حضرتك بالنسبة لحكم المحكمة ده من الغير، يعني حضرتك مش مخاطب بحكم المحكمة القائم الا اذا اثر عليك الحكم ده في شيء من حقك ان انت تتظلم من مركزك القانوني الذي استقر سابقا. يعني انت في حال معين كان ليك مركز قانوني معين مستقر ليكن بقبض 1000 جنيه في الشهر، تمام؟ بعد الحكم ده بقيت اقبض 900. لا من حقي اتظلم من ده واتخذ اجراءاتي في رفع دعوى جديده، مش عشان الغي الحكم بتاعهم، لا عشان انا ارجع حالتي للحاله السابقه. التظلم بيبقى بيبدأ بتظلم للجهة المختصة اللي هي الجهة الرئاسية بالنسبة لك، يليها إذا ما ردوش عليك في التظلم أو إذا ردوا بالسلب يعني قالوا لك لأ مالكش حق، بتتوجه للجان فض المنازعات، وبعد لجان فض المنازعات بتتقدم المحكمة بدعوة وبتقدم بقى مستنداتك السابقة واللاحقة اللي هو مفردات مرتبك السابقة قبل تنفيذ الحكم ده وبعد تنفيذ الحكم ده عشان تثبت للمحكمة ان انت مركزك القانوني تأثر بهذا الفعل من جانب الإدارة. على فكرة هو مركزك القانوني ما تأثرش بالحكم القضائي اللي صادر، ولكن هو يعتبر تصرف متعسف من الإدارة ان هي تستقطع من مركز قانوني استقر بالفعل. يعني انت كان ليك مركز قانوني مستقر بالفعل، المفروض تنفيذ الأحكام القضائية لا يمس هذه المراكز، فكان يجب على الإدارة اللي هي الجهة الإدارية أو الرئاسية بتاعتك إن هي تتعامل مع الأحكام بما لا يمس مراكزكم أنتوا. تمام. عند حضرتك أي سؤال تاني؟ لو سمحت ممكن أحولها لنيابة أموال عامة ولا ما تخصش؟ لا طبعًا دي مالهاش علاقة لأنها لا تحمل جريمة. دي مخالفة إدارية لا تحمل جريمة، والقانون رسم لك الطريق إن اللي أنت تمشي فيه إن أنت بتتظلم وبترفع دعوة. تمام سيادة المستشار. نرجع لموضوعنا، تفتيش الأشخاص. تفتيش الأشخاص في استيقاف، في اشتباه، أنواع، في قبض وفيه تفتيش. مبدئيا هنقول كلما جاز القبض جاز التفتيش. كلما أباح القانون لمأمور الضبط القضائي القبض على متهم، جاز تفتيشه. تمام. بل بالعكس نقدر نقول وجب تفتيشه. ليه؟ لأن في يعني حتى لو أنا مش هفتشه عشان أحصل على أدوات جريمة أو أدوات الجريمة الموجودة حالا، في حاجة اسمها التفتيش الوقائي. عشان أنا ما أقبضش على متهم يكون معاه مسدس، يكون معاه سلاح، ممكن يتعدى عليا أنا أو يتعدى على القوة أو يتعدى على أي حد تاني. يبقى كلما جاز القبض جاز التفتيش. وجب. تمام. هل الاستيقاف اللي هو بمعنى نقول كمين واقف على الطريق؟ هو أولا المفروض الكمين ما يوقفش عشوائي، ما يوقفش الناس. كمين بيقف يعني المفروض ان هو بيبقى فيه مظاهر اشتباه في بعض الاشخاص في بعض الاشخاص. مظهر الاشتباه ده اللي يخليني استوقفه.
واستعلم واشوف الامر ازاي ماشي، وانت اوراقك مظبوطه، اه تمام بتعدي. طيب اذا اتيت فعلا اخر اللي هو تجاوزت اللي احنا قلنا عليها، تجاوزت حاله الاشتباه او الارتباك، لا انا هتتبع الفعل الزائد اللي انت عملته ده اللي ممكن يسفر عن جريمه تبيح لي القبض عليك وبالتالي تبيح لي تفتيشك. لكن مش كل اولا الاستيقاف كله قولا واحدا لا يجيز التفتيش. يعني الاستيقاف لا يجيز التفتيش، مجرد انه يعني بيستبين، مش اي ضابط يوقفني مش لا يشوف بس الاثبات، يشوف اثبات الشخصيه فقط. بتاعي بس مش اكتر. والاستيقاف لا يكون الا عفوا سياده المستشار، معنا اتصال تليفوني. الو، محمد من القاهره. ام محمد. ايوه يا فندم، مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. ممكن عايز حضرتك اسال بس سياده المستشار؟ اتفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. هو حضرتك قانون الحيازه ده والملكيه، يعني انا عندي شقه حضرتك وبنتي قاعده فيها. فحضرتك عملت كذا محضر اني انا عايزه استلم شقتي واخدها. حضرتك القانون بيبص لها من جهه ان في يعني اهليه. فحضرتك دلوقتي الشقه بقى لها 7 سنين في قضيه رفعها وكده حضرتك، فقامت حوار الخبير العقاري. فحضرتك يعني كل ما بسال في المحامي وكده فبيقول لي لسه حكايه الخبير ديت يعني ايه يعني حضرتك بتبقى جلسات وكده. فانا لعند دلوقتي حضرتك مش عارفه فيها حاجه او مش عارفه ارجع شقتي. هي مسألة حضرتك قلتي إن القانون بيبص لها على إنها أهلية، لا القانون، القانون ما بيبصش النظرة دي خالص لأي موضوع، القانون بيتعامل مع المواضيع تعامل عام، بعيدًا بقى عن إن دي بنتي أو حد غريب، يعني القانون بيتعامل مع أوراق وحالة وإثباتات، ما بيتعاملش عشان دي بنتي أو ده ابني أو ده والدي، لا. القانون ما بيتعاملش مع دي. حضرتك مكنتي بنتك من الشقة دي من 7 سنين وقعدتيها فيها وهي حازتها، انت لما قعدتيها فيها من 7 سنين ما خدتيش عقود، يعني ما تمش ابرام عقد بينك وبين بنتك لمانع ادبي. لا ما فيش. تمام، ولكن بنتك حاليا مش عايزة تطلع من الشقة والشقة ملكك. تمام، في حاجة اسمها الاستضافة، انت في الحالة دي اسمك مستضيفة بنتك عندك، مستضيفاها عندك من حقك ان انت ترفعي دعوة طرد لانتهاء مدة الاستضافة، او لو ان كانت بنتك كانت بتدفع لك ايجار في الفترات اللي فاتت دي كلها في خلال ال7 سنين دول بتدفع لك الايجار باي شكل من اشكال الدفع، من حقك ان انت تثبتي قيام علاقة ايجارية غير مدونة في عقد. خلي بالك يعني هي اكتر من مصدر. خلي بالك من حاجه حضرتك، مساله كلمه عقد في القانون مش هو الورقه المكتوبه، لا الورقه المكتوبه دي اثبات الاتفاق وهي تختلف عن الاتفاق، فمش معنى ان مفيش ورقه ان مفيش اتفاق، لا ممكن يبقى في اتفاق ولكن وجود مانع ادبي بيني وبين بنتي يمنعني ان احنا ندون الاتفاق ده في ورقه. فإذا كانت هي بتتعامل معاكي كمستأجر ومؤجر خلال الفترة اللي فاتت، يعني بتدفع لك إيجار مثلا بأي شكل من الأشكال، وأنت بتتلقي منها هذا الإيجار بأي شكل من الأشكال برضو، يبقى دي علاقة إيجارية كاملة، ولكن إثباتها اللي هو الورقة المكتوبة كان في مانع أدبي إن احنا نعملها. المنع الادبي ده او العلاقه القائمه بقى فعليا من غير ورقه دي من حقي اثبتها بكافه طرق الاثبات. ده اذا كانت هي بتتعامل معاكي كمستاجر ومؤجر وبتدفع لك القيمه الايجاريه. طب اذا ما كانتش بتدفع خالص وكانت المساله استضافه بس، من حقك ان انت ترفعي دعوه. يعني في كلا الحالتين هي من حقها. من حقها ترفع طبعا. ده تمام يا ام محمد. هي مساله في الاستفسار تاني. انا يعني رافعه قضيه طرد من 7 سنين والقضيه اتحولت خبير عقاري. تمام حضرتك، انا هندسي. كل ما بسال هندسي. يقول لي المكتب الخبير العقاري الهندسي لسه ما جاش دورها، لسه ما جاش دورها. بس يعني انا هو يعني انا هو يا بتسال عن الخبير، عملا
عملا يعني هل يوجد لا هو عملا مثلا استعجال في ال في في هو عملا مسألة الخبراء حاليا ما عادتش بتطول بالشكل ده، لأن زادت أعدادهم والتعليمات اللي صادرة ليهم الانتهاء من القضايا القديمة، فمسائل الخبراء ما عادتش بتطول بالشكل ده. لكن انت في الاول خالص قلتي لي هل الخبير له جلسات؟ الخبير له جلسات بتعقد في مكتب الخبراء اللي هو تابع ليه، وله انتقال ومعاينة على الطبيعة بعد ما بيخلص جلسات المناقشة. طب وايه وله سبب جلسات انه المستشار ان هي تقعد 7 سنين؟ لان لانها في سريعة اعداد كبيرة جدا قضايا، بس 7 سنين دي مدة طويلة جدا، طويلة. ما اعتقدش ان هي يعني انا رأيي يا محمد حاليا. تغيري المحامي مثلا، ولا ما لهوش لا علاقة؟ هي مش تغير المحامي، ولكن تتابع مكتب الخبراء نفسه، تتابع مكتب الخبراء تستعجل تستعجل الدعوة بتاعتها، ومن حقها ان هي حضرتك تقدم طلب. وضحت قبل كده انه المحاكم لازم استعجال، لو سبت القضية ممكن لا ده تقعد. الكلام ده لا ده الكلام ده بالنسبة لمحكمة النقض تحديدا، إذا ما قدمتيش طلب تعجيل بتاخد دورها بقى، بتاخد وقتها. ده محكمة النقض تحديدا، الخبراء فقط. ممكن تدخل لمدير المكتب وتستعجل القضية بطلبه، بيطلع القضية وبيستعجلها وبيخلصها أو بيوزعها على تمام. الخبير المختص يعني. هو يعني اتصال ام محمد يعرفنا ويعرف المشاهدين انه لازم يكون في تعاقد وورقه بين حتى الاخ واخوه، حتى ولو سوري. كلمة سوري دي موال كبير، نبعد عنها شوية، بس خلينا نقول إن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إذا تداينتم بدين فاكتبوه. ده ربنا اللي قال. ايوه مظبوط. يعني ربنا اللي حط لنا القاعدة اللي نمشي عليها. سيبنا بقى من القانون الوضعي، ده ربنا اللي حط لنا القاعدة دي، مظبوط نكتب سيادة المستشار. في عقد تم بأي حاجة، بأي تعاقد، بأي اتفاق، ما نكتبه بينا مظبوط وبين سيادة بعض. المستشار. معنا اتصال تليفوني. مدام هالة اتفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام السلام ورحمة الله، اتفضلي. مع المستشار. أكيد اتفضلي. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، احنا دلوقتي قاعدين في بيت، واخد بال حضرتك، يعني والد جوزي ومدي كل واحد شقة من الصبيان، وبعد وفاته عرفنا ان هو كاتب ان البيت ده باسم زوجته، وزوجته دي تبقى ام الصبيان، وهي دلوقتي عايزة تطردنا من الشقة وتسكن ناس مكانها، حتى بنقول لها طب ادينا جزء مثلا ان احنا نسكن في مسكن بره، هي رافضة الموضوع ده. بس ما فيش عقد، يعني هو كان عامله ان كل واحد يبقى ليه شقه معاه ساكنين، بس كده مجرد قاعدين يعني فيه، هو البيت باسمها. ولا في عقد نور ولا اي حاجه. العقد النور حتى هو كان باسمه. هو هيعمل عقد ازاي اذا كان هو بايع البيت لزوجته قبل وفاته؟ ما هو انا فهو بقى لا، مش هو يعني كان عامل العداد كان باسمه اعتقد، ما فيش حاجه ليها. لان هي دي مشكله دلوقتي، ان الست المالكة للعقار. طبعا ده حضرتك اي استفسار تاني؟ لا شكرا. شكرا المالكة سيادة للعقار المستشار. دلوقتي هي زوجة حماكي، وهي المتصرفة في الموضوع، الا اذا انتوا اثبتوا ان وجودكم في العين دي كان بشكل وليكن ايجار، وكنتوا بتدفعوا الايجار دوت. على فكرة كلمة ايجار دي مش معناها ان انا بدفع فلوس، لا، الايجار ده ممكن انه ياخد اي شكل من اشكال الدفع، العطيه، اي شكل من اشكال الدفع يعتبر اجره او ازاي سيادة ايجار. المستشار يعني بمعنى انا مزارع في ارض، ممكن ادي الايجار بتاعي رز. انا مثلا بشتغل في صنف معين ومأجر شقه من حد، ممكن اديله الايجار بتاعه شيء من اللي انا بشتغل فيه ده، من الصنف اللي انا بشتغل تمام. فيه، يعني مقصود ممكن يبقى خدمه تؤدى. ممكن الايجار ليس له صيغه او ليس له شكل محدد في القانون، يجوز ان يكون مادي، ممكن يبقى عمل من الاعمال، ممكن يبقى عطيه اخرى غير عمل، يعني الماده، ممكن انا وممكن خدمه اؤديها. كل دي ممكن شكل من اشكال. فاذا تبين او اذا قدرتي تثبتي يا ست ام محمد ان وجودك في البيت ده كان مقابل عطاء معين بتدفعوه ثابت ومتفق عليه، يبقى كده مش من حقها تطلقه، وتبقى كده علاقه ايجاريه صحيحه ممكن تحتج بيها اذا قدرتي تثبتيها. ده اللي اقدر اقوله لك، لان انت عندك الحاله هنا ان اللي مكنكم من البيت توفى إلى رحمة الله وباع هو البيت مكتوب لآخر. بيع وشراء باع البيت لزوجته. لآخر.
اعتقد انه no. معنا اتصال تليفوني. الو السلام عليكم. عليكم السلام، نتعرف بحضرتك. ايوه لو سمحتي، انا عندي عقار ساكنين فيه. نتعرف بحضرتك الاول. ايوه انا اسمي سعاد. اتفضلي مدام سعاد. ايوه دلوقتي احنا عندنا العقار ومن 5 ادوار، وفي منهم شقتين السقف بايظ خالص، وبلغنا والحكومه جت وعملوا وشافوا وقالوا ده ازاله للثلاث ادوار. ودلوقتي هم خلاص يعني مشوا على حسب ان ايه، ان احنا هنخلي اخلاء، وبعد كده مشوا واحنا ما نعرفش حاجه، ولا ادونا جوابات ولا حد ادانا اي حاجه، واحنا مش عارفين نعمل ايه لحد دلوقتي. بص يا ست الكل، مسألة تمام. سيادة المستشار هيرد على حضرتك دلوقتي، عندك أي استفسار تاني؟ احنا عايزين بس نعرف ولا جوابات جات لنا ولا مش عارفين نعمل ايه. لا ما هو يجب يجب ان حضرتك ما تعتمديش على ان جوابات تجي لك، يجب المتابعة في قسم الشرطة اللي انت تابعة ليه، ويجب المتابعة في الحي اللي انت تابعة ليه، يجب المتابعة، لأن بالذات مسألة الإزالة ليها مواعيد منضبطة جدا، وليها مواعيد للطعن باللجنة 90 واللجنة 92، ليها مواعيد دقيقة جدا وإجراءات دقيقة جدا، وكان قبل كده في القانون السابق كان ليها إجراءات بالنسبة للمستأجر وإجراءات للمالك، الوقت توحدت المواعيد بينهم من بعض، فالمسألة دي مسألة دقيقة جدا، ويجب حضرتك توضحي لي قرار الإخلاء. حضرتك بتقولي طلع لي قرار إخلاء، طب طلع لي قرار إخلاء، هل تم تسليمه ليكي؟ هل هو قرار إخلاء داري؟ في حاجة اسمها قرار الإخلاء الإداري إذا كانت الإزالة للخطورة الدائمة. أنت استلمتي استلمتي يا مدام سعاد قرار الإخلاء؟ هم واحنا مضينا على إخلاء، وفي اللي خلى وفي اللي لسه موجود. وما تمتش الإزالة؟ لا ولسه ما لسه في ناس قاعدين، كل خلى ما عدا 2. تمام. والبيت بقى كله مشرخ يعني. هو ممكن يكونوا طعنوا في قرار الإزالة اللي صادر ده، إذا ما كانش قرار الخطورة الداهمة ممكن يكونوا طعنوا فيه، والطعن لسه ما تبتش فيه، وعشان كده بقول لحضرتك يجب المتابعة في الحي، ويجب المتابعة في قسم الشرطة اللي حضرتك تابعة ليه، لأن الجوابات ديت اللي هي جوابات الإخلاء وجوابات الإزالة بتيجي على قسم الشرطة يمكن قبل ما بتوصل لحضرتك عن طريق البريد. تمام سيادة المستشار، أي استفسار تاني مدام سعاد؟ اتصلت قطع. شكرا مدام سعاد. اتفضل سيادة المستشار. تفتيش السيارة والأشخاص. أما احنا قلنا دلوقتي، احنا قلنا الأول السيارة الملاكي بتاخد حكم المسكن لأنها لصيقة بالشقة. طيب ما تيجي نتكلم بقى عن السيارة الأجرة، الفرق بقى بين الاثنين. نوضح الفرق. الملاكي سريعا كده نعيد النقطة دي، الملاكي لا يحق للضابط تفتيشها إلا بإذن أو حالة من حالات التلبس. تمام. يعني أثناء ما هو بيشوف الرخص، ده الشغل الإداري بتاعه، هو بيشوف الرخص تبين بإحدى حواسه، إحدى حواسه يعني بعينه شاف مثلا حد في إيده سيجارة ممنوعة، أو شم رائحة مخدرات. في الحالة دي هم وضعوا نفسهم موضع الاشتباه. الاشتباه اللي هو لو أن ضابط الواقعة تتبع الحالة واكتشف أن فيها جريمة يجوز له القبض على المتهمين، وبالتالي يجوز له تفتيش السيارة. وجب التفتيش. أما إذا لم يضعوا نفسهم هم بإرادتهم طواعية موضع اشتباه، وكان استيقاف عادي اللي هو عمل إداري يقوم به مأمور الضبط القضائي اللي هو الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح. عفوا سيادة المستشار، معنا اتصال، نرجع للنقطة دي. ألو أستاذ مبروك. واضح اتصالت قطعت. اتفضل. اللي هو عمله الإداري العادي لا يجوز له مطلقا تفتيش السيارة الملاكي. تمام، دي الملاكي. السيارة الأجرة. الأجرة بقى. الأجرة نشوف طبعا إن الأشخاص كلهم بالسيارة اللي هي الميكروباص دي.
الشعب بيركبها، بنشوف ان هو بيوقف الضابط وبينزل كل اللي راكبين. لا هو بينزل كل اللي راكبين ممكن، هو دلوقتي في الكشف على الاحكام على الكمبيوتر بتاع وزاره الداخليه، وده موجود في كل كمين. هو مش ينزلهم، هو ممكن يبقى ده شيء من التعسف بيقوم ببعض الضباط، لكن الطبيعي ان هو ياخد بطاقات او اثباتات الشخصيه بتاعه الركاب والسائق ويكشف عليها كمبيوتر، ممكن يكون عليهم احكام. والمفروض ان الاجراء دوت ما بيتمش على كل اللي موجودين، ولكن برضو للي بيشتبه فيه الضابط بعين وحس الضابط، بعين وحس الضابط. بس في اختلاف هنا من الاجره للملاكي. طبعا الملاكي الأجرة لا يحق بتاتا الاجره، لكن الملاكي ممكن لو في حاله اشتباه او الاجره بقى بتاخد حكم المحال العامه. يعني ايه المحل العامه؟ طيب عفوا سياده المستشار معنا اتصال نرجع للنقطه دي. الو السلام عليكم. محمد اتفضل. شكرا يا فندم. ممكن اتكلم سياده المستشار لو سمحتي؟ اتفضل سياده المستشار مع حضرتك اتفضل. ماشي سياده المستشار لو سمحت اتفضل. انا محمد الشمال، ساعتها كنت مدير عام سابق في مديريه تموين المنيا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا باشا. وانت طلع قرار من سياده الوزير التموين بان الناس هتطلع المعاش هيديلهم مكافاه نهايه الخدمه 10,000 جنيه. وحاولنا نصرف المبلغ قال لازم ترفعوا قضيه، رفعنا القضيه وخدنا حكم محكمه نهائي من محكمه القضاء الاداري حضرتك. تمام. فرحت عشان نتكلم مدير التموين ونصرف المبلغ، وجينا ان في قرار من السيد وزير التموين بالغاء قرار اللي هو على اساسه خدنا البتاع ده، وقال له احنا مش هنقدر نصرف، كنا في قرار بالغاء فقال الحكم يعني قرار الوزير الصادر، احنا خدنا الحكم ده من السنه اللي فاتت يعني من شهر 8 السنه اللي فاتت. حضرتك حكم المحكمه لما بيصدر بيصدر بأحقيتكم في صرف المبالغ محل القرار كذا. إذن الحكم بيطلع مشتمل على أحقيتكم في صرف هذه المبالغ، بعيدا بقى القرار ده اتلغى أو ما اتلغاش أو صدر قرار جديد. طبعا لو صدر قرار جديد أو تم زي ما بالصورة اللي حضرتك بتقولها دي، ده تعسف من جهة الإدارة ضد الناس بأن هي بتلغي القرار اللي صدر بشأنه حكم محكمة وبتصدر قرار جديد عشان ترهق الناس للطعن على القرار الجديد مرة أخرى، يبلغ النيابة الإدارية بالحالة ديت ويطالب بتنفيذ الحكم بتاعه. والمادة 123 من قانون العقوبات المصري حددت أنه إذا امتنع الموظف المنوط به، امتنع او رفض الموظف المنوط به تنفيذ احد الاشياء من ضمنها احكام القضاء، يعاقب بالحبس والعزل اذا تم انذاره قبلها بثمانية ايام. يعني انت عندك اكتر من طريق تطالب فيه بحقك. عندك المادة 123 اللي بتلزم الموظف المختص بتنفيذ احكام القضاء والا يعرض نفسه للحبس والعزل. كلمه موظف هنا بتشمل ما فيش حاجه اسمها كبير وصغير، كله موظف، بتشمل الجميع. الذي المنوط به تنفيذ الحكم القضائي او الشخص الملتزم او المخاطب بالحكم القضائي اذا امتنع او رفض عن تنفيذه برغم انذاره وانذاره وبنستنى 8 ايام وبنرفع ضده جنحة عدم امتناع عن تنفيذ حكم قضائي، بيحكم عليه فيها بالحبس والعزل. الحبس الذي تبلغ مدته 3 سنوات والعزل من وظيفته. وده قانون العقوبات نظم المسألة دي. اما مسألة التلاعب بان لما يصدر احكام قضائية كتيرة تنفيذا او بالغاء قرار معين، يبادر المسؤول بالغاء هذا القرار واصدار قرار اخر يخلف هذا عشان يكلف الناس عناء رفع قضايا اخرى بشان القرار الجديد، دي مساله تلاعب تبلغ عنها النيابه الاداريه المختصه. شكرا سياده المستشار. ارقام سياده المستشار على الشاشه استاذ محمد، ممكن حضرتك تتواصل معاه بعد الحلقه وان شاء الله يفيدك. نكمل سيادة المستشار. احنا قلنا دخول رجال السلطة العامة للأماكن العامة، رجال السلطة العامة من ضمنهم مأموري الضبط القضائي، دخولهم للأماكن العامة اللي هي زي المحلات التجارية، أي مكان مفتوح
جائز الارتياد، يعني اي حد ممكن يدخله ويخرج منه. دخولهم في المكان ده بيبقى من قبيل العمل الاداري. يعني ايه العمل الاداري؟ طبعا هندخل من ضمن ده السيارات الأجرة. يعني ايه العمل الاداري؟ يعني هو بيشرف السيارة الأجرة تعتبر مكان عام زي الكافيه او بالزبط. المطعم او هو بيشرف على تنفيذ القوانين واللوائح، ولكن هل اشرافه ده يبيح له تفتيش المكان او تفتيش مرتدي؟ لا لا قولا واحدا، وده يعني بحكم لمحكمة النقض صدر سنة 2007، يعني لسه حديث يعتبر. يعني أنا راكبة سيارة أجرة دلوقتي، معلش عشان المشاهدين، لا يحق للضابط التفتيشي ما دام أنا غير موضوع في موضع شك. هو يؤدي إلا في حالة الاشتباه، هو فقط يؤدي بيشوف هو بيؤدي عمله الإداري الإشرافي على تنفيذ القوانين واللوائح ليس أكثر. تمام؟ يعني لا يجوز له تفتيش المكان، لا يجوز له تفتيش الأشخاص اللي في المكان إلا إذا وجد حالة أو تتبع بإحدى حواسه حالة تثير الاشتباه. في الحالة دي من حقه أنه يفتش ويقبض، ولكن هنا هيبقى بيفتش ويقبض بمقتضى التلبس مش بمقتضى ارتياده للمكان العام. يعني مش بمقتضى ان انا دخلت المكان فلي سلطة التفتيش، لا ده كأني في الشارع بالظبط وفي جريمة متلبس بيها دلوقتي وانا ضبطتها واكتشفتها باحد الحواس بتاعتي، ومن حق ان انا اقبض على الشخص ده، وكلما طبعا جاز القبض جاز التفتيش. من المنطلق ده، من منطلق التلبس وليس من منطلق إشرافي على المكان العام. لأن يعني إشرافي على المكان العام عملي الإداري إشرافي فقط، وده زي ما بقول لحضرتك لا يعطيني الحق في تفتيش الأشخاص أو تفتيش. وده اللي أقرته محكمة النقض في حكم حديث ليها في 2007، حكم عالمي بجد يعني حقيقي، حتى حيثياته كانت خطيرة جدا. أقرت المبدأ ده أن عمل أو دخول رجال السلطة العامة اللي هم مأموري الضبط القضائي إلى الأماكن العامة يعتبر عمل إداري أو سلطتهم الإدارية للإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح ليس أكثر. ليس أكثر فقط. إلا إذا تم اكتشاف جريمة بيتعامل مع الجريمة دي على أنها جريمة تلبس ماليش علاقة، مش تلبس مش وجب التفتيش بعد مش من منطلق أن أنا دخلت المكان. يعني إذا دخلت المكان ولم أجد فيه ما يثير انتباهي لا يجوز لي التفتيش مطلقا، ولا فتح المغلقات في المكان نهائيا. الإشراف الإداري سلطة إدارية والإشراف على تنفيذ القانون واللوائح فقط. رخصتك، الشهادة الصحية، رخصة السيارة، إذا كان مسألة الكلام من ده أكتر من كده لا. لا يحق. تمام. المدة، ده سؤال مهم جدا، صدر إذن النيابة، المدة اللي بيتم فيها تنفيذ إذن النيابة قد إيه من وقت صدوره؟ إذا لم يتم تنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ صدوره لا يعتد بيه، إلا إذا كانت جهة التحقيق جددته قبل نهاية 6 شهور. واصله؟ تبتدي لو جددته تبتدي 6 شهور، بتبتدي 6 شهور من تاريخ التجديد الجديد. تمام. لكن مدة إذن النيابة أو أمر النيابة بالضبط والإحضار مدته 6 شهور من تاريخ صدوره، إذا لم يتم تنفيذه لا يعتد بيه. تمام سيادة المستشار. للأسف وقت حلقتنا انتهى مع حضرتك. ده كان في مواضيع كتير على فكرة، وكانت حلقة مميزة جدا. أتمنى أن احنا نناقشها في الحلقات القادمة المواضيع المهمة دي. اتشرفت بيك سيادة المستشار. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم الميزان. شكرا.